نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء قراءة الأسماء المتصلة بصوت عالي. قم بالضغط هنا على ضبط الإعجابات. بعدها سنقوم بالضغط هنا على إمكانية الوصول. وبعدها سنقوم بالضغط هنا على التفاعل والمهارات. من ثم سنقوم بالضغط هنا على رد على المكالمات وإنهاؤها. بعدها سنقوم بالضغط هنا على قراءة أسماء المتصلين بصوت عالي. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.